انا بتمنى 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 من ربنا سبحانه وتعالى ان انا ارجع تاني النادي الاهلي، ان انا ارجع تاني نادي، ان انا ارجع تاني في ظل الظروف الموجود فيها النادي، ان اكون واحد من ابناء النادي، اقف جنب نادي، ان انا اطلع كل اللي جوايا للنادي بتاعي. يمكن السنين اللي فاتت ولا الفتره اللي كنت موجود فيها في الاهلي كنت صغير، ما كانش عندي الخبره الكافيه ان انا ممكن ادير حياتي عموما، بس الحمد لله رب العالمين الواحد بيتعلم. وزي ما انت قلتي يعني انا نفسي ارجع الاهلي، يعني اتمنى ان ارجع النادي الاهلي لو طلبوا ان انا ارجع طبعا، في الاول وفي الاخر ناديه ومن غير اي كلام ولا اي شروط ولا اي حاجه.